الزراعة بالنسبة للسوريين هي أكثر من مجرد وظيفة، إنها مجموعة من التقاليد التي تعكس التاريخ والثقافة الغنية للأشخاص الذين انتقلت خبراتهم المتراكمة من جيل إلى جيل. انتقلت المعرفة الزراعية عند السوريين من خلال الممارسات والأغاني والقصص، مما يجعلها مثالاً هاماً على التراث الثقافي غير المادي. تشكل الزراعة وإنتاج الغذاء والاستهلاك جزءاً كبيراً من الهوية السورية التي تربط الناس بعضهم ببعض من المناطق والديانات والأعراق المتنوعة. يعني جمعة الأقارب والأصدقاء والولاد، ولاد الأخ ولاد الأخت ولاد العم، لما نطلع على الحصاد يعني مشان نحصد، هي إلها أيام وإلها نكهة يعني خاصة ما تنتسى يعني بصراحة. العمل كان صعب بس المتعة كانت يعني تشيل هم التعب والصعوبة اللي كنا نواجهها بالعمل. ويا مغمار شمال ونوخ بحيرة جمال، هيا مغمار ولم شمالك قبل الشوب مشكل ومدرع بالثوب، ولم شمالك قبل الشوب مشكل ومدرع بالثوب، هيا مغمار. كان معظم سكان الريف يعتمدون على الزراعة إما تجارياً كمصدر للدخل أو لإنتاج طعامهم الخاص قبل النزاع في سوريا. شاركهم تراثهم أهل المدن الذين ترتبط حياتهم بالزراعة من خلال حب النباتات والحدائق المنزلية، حيث اعتادت العديد من العائلات الحضرية على تزيين منازلهم بنباتات الزينة مثل الياسمين والبرتقال والورود. وحمل العديد من السوريين بذور النباتات المفضلة لديهم ومعرفتهم الزراعية معهم عندما اضطروا إلى مغادرة وطنهم بعد عام 2011. ولا يزال التراث الزراعي غير المادي للسوريين واضحاً لليوم في عادات اللاجئين حول الطهي والأكل والأزياء والقصص والأغاني. القطب حي انطيتنا وتلقطب حي انطيتنا، وغير الضحك واللي عيب يا زين ما عطوتنا، ولما نخلص الحصاد راحت وخلتنا، والود والضحك ولي عيب خسكار بريه. يوم كنت اطلع على النخل احيانا كنا نستعين بمثل هيك حبلة نصلة بتلفها دائما دون النخل، يعني مع ان بنيها كنا نشلبها وتطلع تطلعيها شوي شوي. ايوه انها نخميه تحط رجليها بس يعني هلا انت بتميز هي الرفه يعني هو بدها توقعك ولا لا؟ بتعرف انت وين ثبت الرجلين؟ كنا نطلع على الكراميف نسجل بالنخ والنخله كانت السقه، اعلى السقه يعني بعدها وقت هيك هالعلي شقي، نطلع لها لفوق كنا نشيل القاح تبع الذكر نمسكه نطلع بيه لفوق بس بالعصا بعمل فيه هيك لينزل طبعا ينزل على الطول طبعا على العصا. اذا ما لك التمر ما يحمل لا بيحمل بس بتطلع خايسه يعني ما بتطلع فيها عجبه يعني اذا بتمطر عليها الدنيا بتعفن وما بتطول، لهيك جبرنا نلقح التمر يعني بنقطع بنلقح التمر جمع مشروع أغاني الحقول في عام 2022 أكاديميين في علم الاجتماع والزراعة وموسيقيين من جامعة أدنبرا، منظمتين يقودهما سوريين في تركيا. الخبرات الأكاديمية السورية ودوزان ثقافة وفن. فقد هدد النزاع والنزوح منذ عام 2011 التراث الزراعي السوري غير المادي. إن تشتت المجتمعات الريفية وما يترتب عليه من انقطاع التواصل الثقافي بين الأجيال المعمرة والشبابية السورية
يعني أن أشكالاً محددة من هذه المعرفة الزراعية غير المكتوبة والمتراكمة عبر الأجيال قد تتعرض للضياع. إن الفكرة التي يرمي إليها مشروع أغاني الحقول هي استكشاف الروابط بين الماضي والحاضر والمستقبل للتراث الزراعي السوري، فقد كانت المعرفة لدى المزارعين والموسيقيين السوريين في صميم مشروعنا. عقدنا ورشتي عمل في مدينة غازي عنتاب بتركيا، سعينا خلالها إلى توثيق قصص المزارعين وذكرياتهم عن الممارسات الزراعية وخبرات العمل والأغاني. بالنسبة للعديد من المشاركين كانت هذه هي المرة الأولى التي تمكنوا فيها من مقارنة تجاربهم مع مزارعين آخرين من مناطق سورية أخرى والتعرف على تقاليد متنوعة. ومن أجل فهم تأثير التراث الزراعي بشكل أفضل على عمل السوريين الحالي كلاجئين، أجرينا أيضاً زيارات حقلية ومقابلات لمدة شهر في مناطق زراعية مختلفة في تركيا. أحد هؤلاء المزارعين هو أبو فيصل من دير الزور. نحن أول ما جينا على تركيا أول شهر تقريباً لبين ما استقرينا، تعرفي يعني صعوبة أنك تحصل بيت وتستقر وتبدأ عاد تبحث عن عمل. العمل الأول شفت الوضع السوريين، يعني كان دخولنا بداية موسم الصيفي، يعني كان بالشهر الثالث تقريباً فتنا على تركيا، فشفت في طلب على الزراعة على الخضار السورية. الخضار السورية هاي متميزين بها السوريين، وين ما راحوا يعني ياخذوها معهم يزرعوها بالأماكن اللي يرحلوا عليها، اللي هي بامية وباذنجان وملوخية. هاي تعتبر أساسيات، تعتبر من تراث أهل الدير، من تراث المنطقة، يعني يعتبرونها ما يتخلون عن هاي الأصناف. فاشتغلنا بها بالبداية كبيع وشراء. بعد فترة اتجهت على موضوع الزراعة، فاضطرينا ناخذ أي أرض يعني حصلناها أخذناها بدأنا فيها. تعذبت شوي أول سنة، يعني كان يعني تقريبا ما نعتبر خسارة، يعني خسارة تعب. بدأت بالبداية تقريبا بعشر دونمات جربت يعني الزراعة فيها، لبين ما يعني صار عندي اسم بالسوق، لبين ما تعلمت الناس، المعارف، الأصدقاء، شفت وضع السوق، صار عندي زبائن. يعني اضطريت أخذ أرض أكبر، أخذت أرض أكبر بمنطقة ثانية، بلشت أتوسع. زرعت صنف، يعني مرة زرعت موسم، مرة يعني مساحة كبيرة، شيء تقريبا 22 دونم زرعتها صنف واحد اللي هي الملوخية. نسبة الإقبال عليها يعني جدا كبير. المنطقة الشرقية ما يعني سكان المنطقة الشرقية ومنطقتنا ما يتخلوا عن الملوخية وعن البامية الزورية وعن الباذنجان. وخلال ورشات العمل سمعنا الأغاني التي تعلمها المزارعون السوريون في الحقول من آبائهم وأجدادهم، والتي لم يغنوها لسنوات عديدة. كانت ورشات العمل أيضاً فرصة للمشاركين لسماع وغناء بعض هذه الأغاني، والتي في كثير من الأحيان عانوا من أجل تذكرها. فقد كانت ورشات العمل أكثر من مجرد وسيلة لجمع الأغاني، كانت الموسيقى مدخلاً لمزيد من التفكير المؤثر حول معنى أن تكون لاجئاً وتعمل في الزراعة في تركيا اليوم. الأدوار الجديدة للرجال والنساء وتربية الأطفال والآمال والأحلام للمستقبل، مما جعل بعض المشاركين يواصلون الحديث حول هذا الموضوع في المنزل مع أطفالهم. الآن ما في
اعتادت النساء السوريات على لعب دور رئيسي في الزراعة. فقد حافظن على إحساس مجتمعاتهن بالهوية، يساهمن في دخل أسرهن من خلال عملهن اليومي داخل المنزل وخارجه. فقد ساهمت العديد من اللاجئات في تركيا في الحفاظ على التراث الزراعي. إحدى هؤلاء النساء هي أم عامر، التي أجبرت على مغادرة مسقط رأسها في تدمر. كانت شغلتنا هي بالبلد هاي، أنا تورثته أبن عن جد، لأن الصنعة هاي شغلة أهلي. كان عندهم محلات ويجيبوا من البرية، يطلعوا على البادية ويجيبوا الحليب ويساووا بالبلد. بالبداية أنا ما اشتغلت بشغلتي، اشتغلنا عند واحد بس بالبيت شغلنا نشتغل أنا والأولاد وجوزي وكنتي، وبعدين معه تطورت الأحوال، ومع فتحة الأولاد للمحل حبيت أساعدهم، والحمد لله رب العالمين ساعدتهم ولهلأ عم بساعدهم. أي شغلة بتكون ما تأذينها بساوي لهم إياها، مثلاً الحصرم بساوي حلو ومالح، بساوي كمان دبس البندورة، دبس الفليفلة، حدا بده مكدوس، مربيات، كله الحمد لله بعمله. قمنا بجمع 25 أغنية تقليدية عن الحصاد من خلال ورشات العمل في تركيا، وإجراء مزيد من البحث عن بعد مع المزارعين داخل سوريا. تعكس هذه الأغاني أوجه الشبه والاختلاف بين معظم مناطق سوريا والأشكال المتنوعة من التقاليد الزراعية. توثق منصة نوتة الرقمية التراث الموسيقي السوري من خلال جمع الموسيقى وأرشفتها وصياغتها على شكل نوتات موسيقية. من خلال هذه المنصة سننشر 10 مقطوعات موسيقية تمت صياغتها من أغاني الحصاد التي جمعناها مع المزارعين السوريين. يعد التراث الزراعي للسوريين عنصراً مهماً في هوية العديد من اللاجئين، ولكن له أيضاً تأثير إيجابي على الاقتصاد التركي. يكدح بعض اللاجئين السوريين كعمال باليومية، ويعملون ويعيشون في ظروف غير مستقرة. يزرع البعض بطريقة تقليدية باستخدام خبراتهم الزراعية الماضية في سوريا. بالإضافة لذلك، بدأ آخرون أعمالهم التجارية الخاصة من خلال الربط بين المعرفة المشتركة والخبرة العلمية المتطورة وأشكال التمويل المبتكرة. أدخل المزارعون السوريون المنتجات السورية إلى الأسواق التركية، وأقاموا سلاسل توريد جديدة، وخلقوا فرص عمل للاجئين السوريين والمواطنين الأتراك. فعلى سبيل المثال، وفي شانلي أورفا بالقرب من الحدود السورية التركية، أنشأ المهندسون السوريون مختبراً للزراعة المائية عالي التقنية للبحث في طرق إنتاج الغذاء المقاوم للتغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة. أحد رواد الأعمال هو أبو نبيل، وهو مربي نحل من اللاذقية. بعمل هيك هذا النحل يكون قرص لبعدي. أبو نبيل إسا ما مذكر، كان إذا عندنا أولاد ما عندنا أولاد لقيت شلح غاطي بزيتوني، جبنا على البيت ما صار. وقت ما صار حبينا على المهنة اشتريت، وكنت شيل يعني من طن لطن ونص بالسنة بسوريا عسل. كنت روح فيها لتل أبيض، على حمص،
على حلب على الجيجان بيا الأحداث جينا لهون يعني وهون معيشي صعبه يعني يوم ما بتشتغل ما بتاكل والله يسر علينا تعبنا يعني اشتغلنا ممكن نشوف الأمي هون لأنه قليل جيش بعد صغيري ايه ليك كنت زرع بستان خيار بيجي دلم اتصل معي واحد سوري قال لي تعال في شلح قدام بيتي على الشجرة سبحان الله جيت بدي اخذه حط تركي ايده عليه قال لي هذا إلي ما بعطيك اياه اشتريته منه بمئة ليرة وقت اشتريته منه بمئة ليرة رحت حطيته بمنطقة بسكندرو مشان دفا المهم ما بدنا نحكي هنيك بدل يتحسن النحلي ضعف جبت له الخلية هون خلال شهر صار وفرخ أربعة أنا رحت شفت نحال حاطط بيجي عنده 300 خلية قلت له أنا قصتي هيك بتبيعني قال لي بدي أعطيك اثنين بسعر واحد رديت بهالعمل وقت صار إني فيها مصاري اشتريت فردر بعشرين واحد رحت حطيتهم بالحمضيات بإسكندرون الحمد لله أول ما أخذت منه 200 كيلو حمضيات طلع النحل ببلاش لإلي ومشيت هذا الأمور من 2017 دوامة نظام يعني بالنحل من خلال الجمع بين المعرفة الغنية للنساء السوريات في الريحانية في جنوب تركيا وفرت جمعية بيت المونة المنزلية وظائف للاجئات اللواتي ينتجن ويبعن المأكولات السورية التقليدية والمشغولات اليدوية في منازلهن. الفكرة حقيقة اجت من خلال الحاجة، يعني نحن لما جينا لاجئين كنا مثل الضايعين، كل شيء جديد علينا، كل شيء غريب، فكنا مجموعة من الصبايا السوريات، جمعنا بعض بزيارات عائلية، بلقاءات علمية، انه خلينا نعمل شيء يوصل صوت المرأة باحتياجاتها، بهمومها، بآمالها وآلامها، فطلعت هاي الفكرة. أنشأنا مشروع منك وإليك، من السيدة وإلى السيدات الأخرى، يعني السيدة القادرة أنها تعمل ممكن تشتغل بالبيت وتقدم للسيدة الموظفة، للسيدة اللي ما عندها وقت تعمل مونة منزلية، وللسيدة اللي مريضة مثلا، للسيدة الكبيرة في السن. فكان نحن هذا مشروعنا، بدأنا بعشر سيدات يشتغلوا بموضوع المونة، بعدين اتطورت أكثر. هلأ حالياً مثل ما شرحت لك مديرة مشروع المونة أنه تقريباً وصلنا لسبعين سيدة عم يشتغلوا معنا بمشروع المونة، والعدد قابل للزيادة في حال إجت السيولة والدعم وزادت الرأس مال. هلأ قضية دمج التراث بمشروعنا نحن منك وإليك صارت هيك، يعني سبحان الله هي متداخلة ببعضها. يعني لما نحن بدأنا بشغل مادة القش أو الرتان، هي من القديم كانت جداتنا يشتغلوا هذا الشغل وكانوا يحفظوا فيه المواد المونة مثلا، هي كانوا يحطوا فيها المواد اليابسة أو يحطوا فيها مواد الخبز أو الطحين اللي قابل أنه دائما يتعرض للهواء. فنحن مبدأ أنه تجميلي و إفادة، حاولنا نحن نطور هاي الصناعة، صناعة الرتان. التراث الزراعي للاجئين السوريين ما زال مهما. يمكن لصناع القرار في تركيا وخارجها استخدام هذا النوع من المعرفة للتعاون مع السوريين وتطوير طرق جديدة للزراعة. اللاجئون ليسوا ضحايا الصراع فقط، بل هم أيضا خبراء في تدبير سبل عيشهم، وينبغي لمعرفتهم وممارساتهم أن توجه سياسات التنمية والبرامج الإنسانية. إن منح اللاجئين مقعداً على الطاولة هو السبيل الوحيد نحو تحقيق التنمية المستدامة في الشرق الأوسط. سألتيني سؤال مفصل كتير، إنه يا ترى هالمشروع ممكن ننفذه بسوريا؟ نحن لهلأ بنحلم إنه نرجع لسوريا، وأي مشكلة بتتعرضنا سواء من الأخوة الأتراك أو من حدا بيقولون نرجعوا ببلدكم، نحن أكيد رح نرجع، وأكيد نحن رح نبني هالوطن المكان، نحن أكيد أولادنا هني رح يبنوا الوطن. أنا ما أعتقد
رح نرجع إن شاء الله. Thank you.